نتمنى. عموما قبل ما نطلعكم على كل تفاصيل المشهد في ملعب مختار التتش، خلينا اقول لكم النهارده كان في اجتماع مهم للمكتب التنفيذي للنادي برئاسه الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي، اتخذ عده قرارات او لعلها في الادق توصيات، منها هيكل التمديد التعاقدات في عمليه بيع المنافس في كل الافرع، واطلاق المزايدات في توقيت زمني محدد سنويا في مقر الجزيره والشيخ زايد، وموعد اخر لفرعي مدينه نصر والتجمع بالقاهره الجديده، واعتماد تشكيل اللجان المعاونه للمجلس وفقا للائحه الجديده المعتمده من قبل مجلس الاداره. كما اوصى المكتب التنفيذي باعتماد المقترح المقدم الرئيس اللجنه العليا للجان باقامه دوره ترويجيه لملاعب البدل بفرع النادي في مدينه نصر بين الانديه التي لديها نفس الملاعب، والموافقه على انشاء جيم اعلى منطقه جلوس الاعضاء بمنطقه ماي كورنر، وكذلك انشاء حمامات لخدمه الاعضاء بمنطقه صاله الكاراتيه. وأوصى المكتب التنفيذي بتكليف إدارة الموارد البشرية بإعداد دراسة خاصة بالتأمين الطبي للعاملين في النادي بداية من العام 22-23. كما تبحث أيضا لجنة الشباب بالأهلي تنظيم دورة رمضانية لكرة القدم تبدأ يوم الأحد القادم في كافة فروع النادي، ويتم الاشتراك والاستفسار فيها عن طريق العلاقات العامة بالنادي. ده نشاط النادي الرمضاني، لكن زي ما قلت لكم مفيش فرصه ابدا حتى لالتقاط الانفاس. الاهلي خلص مباراته امبارح، النهارده استأنف تدريباته بجديه كبيره استعدادا لمباراه الاتحاد السكندري يوم الاربعاء ان شاء الله. الاهلي عنده 9 مباريات خلال شهر رمضان الكريم، لعب واحده وعليه 8 مباريات كاملين يأديهم في خلال هذا الشهر الكريم. ماذا جرى هنا يا استاذ ابراهيم عند النقطه دي؟ هو الناس اللي عماله تتكلم على تطوير الكره المصريه، وان كروش بيقول قللوا الاجانب، قللوا الفرق، قللوا، يعني الراجل جاي ينفض لنا النظام الكروي بتاعنا. هو احنا يعني في فرقه في العالم بتلعب بهذه الكثافه ويطلب منك مستويات؟ وبعدين انت جاي على الناس اللي بتحقق لك نتائج طيبه حاططها في دماغك، ازاي تعطلها؟ يعني حاجه غير مسبوقة. الأول يا جماعة نعمل نظام جيد للكرة المصرية، بعدين بقى نسمع بقى كروش بقى عايز يمد عقده لبعد ديسمبر، فيقول لنا كلام بقى اللي هو إيه، نبني لكم خطة ومشروع طويل الأجل، ونخش في قصة يعني شربناها كتير قوي، قصة المشاريع دي. الأول وريني أمارة أنك تبقى صاحب مشروع، لكن تبقى عديت السبعين وصاحب مشروع، إيه رأيك في هذا المشروع؟ كلام غير مشروع.